بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهارده معانا اللاعب الجميل كارلوس مويا. كارلوس مويا هو بصراحة يعني من اللعيبة الممتازين. ولد كارلوس مويا في 27 أغسطس سنة 86. هو أسباني الجنسية، لاعب مضرب أسباني جميل جدا. وكارلوس مويا من اللعيبة اللي يتميزوا، يعني يتملي أسبانيا بصراحة بتخرج لنا ناس زي نادال وكده، بيبقى لهم رونق جميل في التنس. لو شفنا اللاعب كارلوس مويا فاز ببطولة رولان جاروس سنة 98، يبقى خد بطولة من بطولة جراند سلام اللي هي رولان جاروس سنة 98. فاز ببطولة الماسترز اللي هي 1000 نقطة، خد حصل على المرتبة الأولى عالمية سنة 99. رغم احتراف التنس في سن مبكر قال انه لم يفز ببطولات كبرى كتيره الا عام 98، يعني هو من مواليد 76 ما حققش البطوله الاولى اللي هي بتاعت رولان جاروس اللي هي من جراند سلام البطولات الاربع، كان سنه 1998 عندما هزم موطنه كورتيجا في نهائي بطوله رولان جاروس. وهو طبعا ما قفز بترتيبه العالمي في الفتره دي الى الرابع بسبب ان هو حصل على البطوله سنه 98، وصل في تلك السنه الى الرابع عالميا. كارلوس مويا من الابطال اللي هم انذاك يعتبر كان افضل اعوامه هي سنه 98 بالنسبه لكارلوس مويا، يبقى كارلوس مويا كان افضل عام ليه سنه 1998، وكان وتوج برولان جاروس اللي هي فرنسا المفتوحة، وكان فتحة خير بالنسبة عليه لأنه نجح بعد ذلك في نهائي بطولة أندريا في أمريكا، وكان تمكن من هزيمة اللاعب البرازيلي المصنف الخامس على العالم آنذاك كوستافا ليصعد المركز الأول في الترتيب العالمي، وكان في ذلك في مارس سنة 1999. وكانت اول بطوله لمويا كانت في الارجنتين سنه 95 في بينوس ايرس، وحيث كان يلعب مباراه في دور الثمانيه في الفتره دي، وهو كان يهوى كارلوس مويا، ويعني من الناس اللي يحبوا الفن والتمثيل والسينما. كارلوس مويا بالذات ويحب ينام فتره طويله جدا، كان تملي يقول لك انا احب استمتع بالنوم، وكان يهوى الموسيقى ويهوى السينما، وكان دايما هو من نوع الاسباني الجميل. وكانش ما عندوش روتين محدد، كان دايما يعني رغم ان هو ما وصلش للدرجات انه خد بطولات كتيره في الجراند سلام، لكن كان طموح جدا ان هو يقدر ياخد بطوله واثنين وثلاثه، وكان يتميز بالظل الخفيف والدم الخفيف في مويا، لانه ما كانش يعني يميل ان هو مثلا زي مثلا نشوف مدرسه نادال تملك يميل الى الضرب ولازم يكسب الماتش، والنقطه اللي بتطلع منه لازم يحاسب نفسه ويعود مره واثنين وثلاثه. مويا كان ليه نظام تاني خالص، كان يعني بقول لك يعني من نوع العربي عندنا، جت ما جاتش مش مشكله عنده، ولكن كان بيحقق رغم ذلك لعب بطوله يعني نقاط داخل الملعب، وكان تملي بيحافظ على رونقه الجميل. شكرا. كارلوس مويا كان له بطولات فاز بيها في رولان جاروس قلنا 98، وقلنا فاز بثلاث بطولات في الماسترز، والبطوله الواحده كانت ب 1000 نقطه، وحصل سابقا على المرتبه الاولى عالميا سنه 99 بالنسبه لكارلوس مويا. بطولات جراند سلام في استراليا المفتوحه قلنا زي ما وصل للنهائي، وصل للنهائي في 99، وفرنسا المفتوحه فاز بيها 98، والبندل وصل الرابع 2004، يبقى كارلوس مويا وصل للدور الرابع في سنة 2004، وفي أمريكا المفتوحة وصل النصف النهائي سنة 98. كارلوس مويا برضو حقق فعلا في النصف النهائي في سنة 98 في أمريكا المفتوحة. وكارلوس مويا من اللعيبة اللي هم يمتازوا زي ما قلنا بخفة الدم والظل، وله رونق داخل الملعب ممتاز جدا داخل الملعب. شكرا.